Bonjour et soyez les bienvenus, mes chers élèves de 5e année primaire. Nous allons la page 47. Je découvre les mots. Ektachif الكلمات. هنا رايحين نخدموا تمارين تاع لي سينونيم et les antonymes. يعني كلمات ذات نفس المعنى وكلمات يعني متضادة. يعني الأضداد. الكلمات هذو راحين نجاوبو في نفس الوقت لازمنا نحفظوهم. الوغ عندنا الاقتراح الاول هو بو الاقتراحات لي رابيد دونجورو مانيفيك العكس تاع لو سينونيم لو سينونيم يعني الشرح تاع بو هو مانيفيك ان ايمابل يعني عماره هل المعنى تاعها ان كارتي الحي اون ايكول مدرسه ان باتيمون ولا اون ايبيسوري هذا محل تاع المواد الغذائيه هنا ان باتيمون ان ايمابل سينونيم ان باتيمون كوبي كولي يلصق ولا يقطع ولا يكتب ولا يرسم الوغ كوبي هي ترونشي سينونيم ترونشي ان مارشون البائع هل هو طبيب بيطري ولا ان غارديان حارس ولا ان غيد دليل سياحي ولا ان كوميرسون تاجر دونك ان مارشون هي سينونيم تاعها ان كوميرسون كالممون بهدوء هل هي جونتيمون بطيبه ترونكيلمون بهدوء فورتمون بقوه فيرممون كيف كيف دونك هنا كالممون ترونكيلمون نعاود beau synonyme magnifique un immeuble synonyme un bâtiment coupé synonyme tranché un marchand synonyme un commerçant calmement synonyme tranquillement deuxième j'entoure le contraire du mot en rouge وحوّد على الأضداد باللون الأحمر alors عندنا aimer عكسها détester aimer يحب العكس تاعها يكره ديتستي مونتي يصعد العكس تاعها كورير يجري ولا ديسوندر ولا مارشي يمشي صوتي يقفز العكس تاعها ديسوندر اوفرتور يعني فتحه فتحه فيرميتور عكسها هي هذه هي اوفرتور العكس تاعها فيرميتور ستابل العكس تاعها انستابل هنا عطانا لو كونترير بواسطه لو بريفيكس اي ان ستابل لو كونترير انستابل ثالثا جو كولوري اون بلو لو كونترير اديكوا يعني الون باللون الازرق الضد المناسب انا ما عنديش الالوان راح نستخدم قلم ياسين اي فور قوي دونك العكس تاعها لو كونترير اديكوا الي فابل هذه راحين تلونوها بالازرق هذه هي العكس تاعها كاتريام جو لي لو تيكست ولا نكتبوها هنايا فور لو كونترير دو فابل قوي ضعيف Je lis le texte. أقرأ النص. Le voyage en train est long. السفر في القطار هو بطيء. Azouz contemple des paysages admirables. يعني Azouz كان يستمتع بمناظر خلابة. Le gentil garçon est ravi. الطفل الصغير اللطيف فرح. De voir des animaux dans les champs de blé. لرؤية الحيوانات في حقول القمح. Je trouve dans le texte le synonyme de heureux et magnifique. أجد معنى كلمة heureux. Heureux يعني فرحان. هنا عندنا ravi. Donc le synonyme de heureux c'est ravi. شوفوا الكلمة الثانية magnifique. Magnifique. السينونيم تاعها ادميرابل كما شرحنا في الدرس في الدروس السابقه قلنا لي زونتونيم ولا لي سينونيم لازم يكونوا دو لا ميم كاتيجوري يعني من نفس
النوعية. هنا عندنا اوغو راهي صفة مفردة، دونك نحط الصفة. هنا مانيفي كيف كيف صفة راهي في الجمع، لازمني نجيب الصفة في الجمع أيضا. ب جو سوليني لو كونترير دو مو ميشان، وسطر في النص في الفقرة نفسها ضد كلمة ميشان. ضد كلمة ميشان هو جونتي، هذه أيضا عبارة عن صفة. هذه ميشان شرير، وجونتي لطيف. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.